زي ما انا قلت منك وظلمتك، لازم اقولك ان انت فاجئتني وخرمت سقف توقعاتي، فلازم اديلك حقك واقولك انا اسف. انا اسف يا داروين، انت فاجئتني، جبت جنين جنين يا ابن اللعيبة، الريمونتادا ها في الدقيقة 93، ده انا كنت نسيت ان في روح فانيلا حمرا. تسلم لي يا كوتش، بس بصراحة لولا الولا صلاح انا ما كنتش جبت الجنين. ايوه بس سيبك منه، انت اللي كسبتنا، انت اللي جبت الاجوان. انا بدأت اتعصب. قال لي بالمناسبة كده يا داروين، هو مين اللي كان السبب في الجون الاول واللي ضغطنا طول الماتش وخلى الولا فان دايك يتهور ويتطرد؟ عمرك شفت حد بروفيشنال مخضرم ملقب بالكينج طول الماتش يرجع الكرة ورا ويجي جون بسببنا منه ويضغطنا طول الماتش؟ انا بدأت اتنرفز. بس انا مقلقش على الفرقة طول ما في هيرو، وهو هيرو واحد بس اللي موجود في الفرقة، اسمه داروين نونيز. الله عليك يا داروين يا فخر العرب. فخر ايه يا اخويا؟ لا دي كده وسعت قوي. اهدى يا صلاح. مهداش، ما انا قاعد مستحملكوا وعصر على نفسي ليمون ومستغني عن ملايين الدنيا، وفي الاخر تعملوا معايا كده؟ ده انت الخير والبركه يا صلاح، ده احنا من غيرك ناسنج. مش باين اي تقدير. تعرف يالا اللي اسمك كلوب انت؟ انا كنت مستنيك بس تفكر بس تبدلني في الماتش. انت هتعمل ايه يعني يا صلاح؟ كنت يا ده انا بحبك، انا بنكوش قلت اسخنك بس في اول ماتشين كده في الموسم عشان تشاد. هو اي نعم ما بقاش فيه انطلاقات من بتوع زمان والصحه بقت في النازل، بس اهو اللي يجي منك احسن منك ابو صلاح.